رمضان على الأبواب، كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبخير. وطبعا في الشهر الفضيل بيكون فيه إقبال كبير على أداء العمرة، علشان كده السعودية أعلنت عن تكثيف جهودها لرفع مستوى الخدمات اللي هتتقدم لضيوف الرحمن من الزائرين والمعتمرين خلال الشهر الكريم. مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، تكثف المملكة العربية السعودية جهودها لرفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الزائرين والمعتمرين الذين تزداد أعدادهم خلال الشهر الفضيل. وأوضحت وزارة الحج والعمرة بالسعودية أبرز المستجدات الخاصة بتنفيذ قرار رفع الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وأضافت أن من تلك المستجدات إلغاء تصاريح الصلاة في المسجد الحرام وتصاريح زيارة المسجد النبوي، والاستمرار في إصدار تصاريح أداء مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة، وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، مع الاستمرار في الالتزام بارتداء الكمامة أثناء التواجد فيهما، بجانب إلغاء اشتراط تقديم نتيجة سلبية للفحص PCR المعتمد، وإلغاء التحقق من حالة التحصين للدخول إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي لكافة ضيوف الرحمن. كما استعدت كافة الوكالات الميدانية والإدارية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتنظيم أعداد القاصدين لأداء المناسك والعبادات بالحرمين الشريفين، وتهيئة منظومة خدمات تراعي معايير الجودة خلال رفع الإجراءات الاحترازية وتطلعات الوافدين من أنحاء العالم. كما تتوسع وزارة الحج والعمرة في مجالات حوكمة التحول الرقمي بمنظومة الحج والعمرة والزيارة، والتوسع في الإجراءات والخدمات وتصميم المنصات والتطبيقات الإلكترونية في مجالات التوعية والإرشاد، والتي بدورها تسهم في تطوير مجالات توظيف التحول الرقمي لخدمة ضيوف الرحمن وإثراء تجربة الحاج والمعتمر.